بعد ما خسرت اظن كم تعاون كانت، وعدد الاهداف اللي استقبلته ما شاء الله في مباراتين 10 اهداف وتاهل لنهائي الكاس وانتصار مهم امام الاتفاق. الحمد لله. هذه كرة القدم، بعض الأحيان أنت ما بد تتوفق، لكن هذا مو معناه أنك أنت تفقد ثقتك بنفسك. الفريق الواثق من نفسه، الفريق الكبير، الفريق العريق، الفريق اللي يعرف أنه عنده إمكانيات يقدر يستغلها بشكل أفضل، رجعته وردة فعله بتكون بهالشكل هذا وأفضل إن شاء الله بإذن الله. إحنا إلى اليوم ما سوينا ولا حاجة ابدا، احنا صحيح وصلنا نهائي كاس خدم الحرمين الشريفين، صحيح هنتشرف بالسلام على يده، لكن بكل تاكيد هذا مو كل الانجاز. ان شاء الله باذن الله انه نحسن مركزنا في الدوري، مركزنا في الدوري ما يليق فينا ابدا من خلال المباراه القادمه امام الرائد، شكرا الرائد، وكمان نركز على انه إن نفوز بكاس خدم الحرمين الشريفين. تشكيله غريبه كانت اليوم؟ اسالك والله انا سمعت زيك، يعني في النهايه انا اعتقد السيد سيرا يعرف ايش اللي بيسويه وعارف امكانيات اللاعبين. النتائج ان شاء الله هي اللي تكون. كثير عليه يخبص يتفلسف، اسف على التعبير هذه بس اتوقع هي لغات بسيطه كان دائما نسمعها في تويتر، صح؟ انا ما يهمني تسمعها، المهم تسمعها من مين. يعني كل حدين. يعني شوف، كل واحد حر انه هو يقول رايه، لكن في نفس الوقت على الاقل احترم الشخص اللي امامك ايش امكانياته وايش هذا. من حقك انك انت تقول رايك، لكن مش من حقك انك تعممه، مش من حقك انه هو ما تقبل اي اراء اخرى، مش من حقك انك انت تفرض رايك على الاخرين. انا ممكن اختلف معاك، ممكن انا اشوف انه هو افضل واحد، انت تشوفه اسوأ واحد، انا احترمت رايك ما اقول لك لا، لكنك انك تحاول تجهل اراء الناس الثانيين هذا شيء يعني اعتقد فنيين. فنيين يمكن انتقدوه صح ولا بس اعلاميين؟ لا يعني انا لو سمعت انتقاد فني اقول معليش، ها لو الانتقاد فني على عيني وراسي بالعكس اتقبله، لكن عمليه التخبيص وما التخبيص اليوم انت ما انت عارف ايش ظروف الفريق عشان التغييرات اللي حصلت. يعني عساف مثلا تعور في اخر تمرين، في بعض اللاعبين عندهم عدد كبير من المباريات بيحتاجوا راحه، عدنان كان يحتاج راحه، كارلوس كان يحتاج راحه، عكايشي نفس الطريقه، كهرباء يعني كان عارف كيف يوزع الجهد ما بين اللاعبين، وفوق هذا جاب نتيجه كويسه. عبد العزيز عريان اليوم انا اعتقد يعني قدم مباراه كويسه ويستحق انه يلعب مباراه زي هذا عشان يقدر يقدم اللي عنده. ربيع برضو قدم مباراه جيده، جمال من فتره ما بيلعب اليوم لعب، ففي يعني في موضوع فني ورا هذا، ما هو جايه كذا بس شختك بختك، لكن في النهايه انا احترم كل الاراء بكل تاكيد، لكن خلي الاراء تكون تقدم بطبق يليق بالكلام اللي الواحد ممكن يسمعه، وبعد كذا احنا نتقبله ما عندنا مانع، والفيصل بيننا النتائج. واضح انك مستمر في محبة سيارة ومدح السيارة وعمل سيارة. اول شيء نسيت اقول لك الحمد لله على السلامة، انت جاي من المستشفى وعانك الله. اقول مبروك ريبري ولا ما اعرف، انا بس اسال يعني. لا تطالع فينا، ما سمعت بس اقول لك مبروك لانه نجم يعني. يعني انا اعتقد انه ما يليق بالاتحاد انه هو كل ما يعلن الاتحاد ان شاء الله باذن الله حيكون هو الشيء الرسمي. انا ماني يعني انا في الفتره هذا بنركز عندنا تحسين مركزنا في الدوري، عندنا قضايا بنشتغل عليها، عندنا نهائي خادم الحرمين ان شاء الله باذن الله. بالنسبه للتعاقدات هذه ما حيكون في تفكير بموضوع التعاقدات الا ما بعد الانتهاء من ملف المدرب بشكل نهائي، وبعد كذا نفكر ايش المراكز وايش الخانات وايش يعني بشكل اجمالي مع الاخوان. في المدرب ما خلص يعني لسه؟ ان شاء الله باذن الله خلال الاسبوع القادم ان شاء الله ننهي ان شاء الله بشكل كذا. قلت بموعد وما صار صح؟ طبعا الاول ما كان في اداره معلنه، لكن لما ادينا موعد بعدين صار في الاداره، فكان في بعض من الاخذ والرد ما بين الاخ نواف، بكل تاكيد كان هو نصحنا انه احنا نركز على مباراه الباطن، بعد مباراه الباطن ننهي الامور، وبالعكس احنا مشينا على التوجه هذا وان شاء الله ننهي الاسبوع القادم. خلاص في يعني نقول اخذتوا قرار وانكم تحديد مثلا امور تعاقديه الفيصل بينكم وبين المدرب؟ اكيد باذن الله، باذن الله الاسبوع القادم ننهي الموضوع بشكل نهائي. العروض اللي اثرت، العروض الخارجيه ولا ما في عروض؟ لا لا، ما يعني الرجل اعطانا كلمه، الرجل محترم كلمته معانا، الرجل احترافي على فكر عالي، احنا ما حندخل ابدا في مزايده، لا هو اسلوبنا ولا هو فكرا ولا هو تفكير المدرب ولا همنا حتى الكلام، بالعكس يعني ترى في النهايه اذا استمر سيرا حيكون مكسب له، مكسب للاتحاد بكل تأكيد، لكن مكسب له اكيد لانه ما حيلاقي نادي بالشعبيه هذه وعنده فرص نجاح اكبر. واذا راح سياره اي واحد ممكن يجي ينجح مع الاتحاد لانه عنده الادوات. اعتذر عليك طولت. اليوم في الاتفاق كان في محمد الكويكبي وانت تعبان، بس تبي تعلق على شيء؟ يعني
اول حاجه بالعكس كويس انك فكرتني، خلينا بس اكرر التعازيه لاخونا خالد الدبل رحم الله ميتهم ان شاء الله، ميتتهم ان شاء الله باذن الله، والله يغفر له ويرحمها. افتقدنا اليوم في المباراه لكن نسال الله لهم الصبر والسلوان باذن الله. محمد الكوي لاعب كبير، نجم كبير بكل تاكيد. اليوم اللي عندنا يكون رغبه في محمد الكويكبي حنتوجه بشكل مباشر مع خالد الدبل. العلاقه ما بينه وبين خالد الدبل اكبر من عمليه رسميات. لو برفع سماعه عليه اقول له ابغى محمد حيقول لي يا ايوه يا لا. انا كنت مستني تقول لي يقول لا يعني محمد على فكره محمد ف يعني ما عندنا مشكله مع خالد، فثق تماما انه والله يكتب الخير فيه لانه هو لاعب موهوب والله توفق. لكن برضو النادي بدايه تلميح يعني خالد الدبل يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. شكرا. حديث الاستاذ حمد الصنيع بعد نهايه المباراه مع زميلنا عمار باحكيم، اكيد ان ضيوفنا لهم وقفه مع هذا الكلام وهذا الحديث، وايضا